أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله صلاة وسلاما تشرح بها صدورنا، وتيسر بها أمورنا، وتفرج بها الكرب عن الأمة جمعاء، وتشفي أمراضنا وأمراض المسلمين، وترحم أمواتنا وأموات المسلمين، وتفتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وتنشر علينا رحمتك، وتذكرنا ما نسينا، وتعلمنا ما جهلنا بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. افتقرنا إلى رحمتك، فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير، ومن دعوة الثبور، ومن فتنة القبور. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد أجازة قصيرة نعود لمتابعة شرح وقراءة حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم في الدارين آمين. ثم بعد ذلك لما يأتي شهر رمضان أجازة أخرى طوال شهر رمضان، ونعود مرة أخرى إن شاء الله. كنا قطعنا مرحلة في موضوع الحيض والنفاس. لا لا كويس. ووقفنا على أقل زمن تحيض فيه المرأة 9 سنين. أقل زمن تحيض فيه المرأة 9 سنين. فلو رأت المرأة أو الطفلة دم يخرج من موضع الحيض في أقل من 9 سنين لا يسمى حيض، يسمى نزيف، يسمى استحاضة، تعرض للطبيب نشوف المسألة. لكن 9 سنين فما زاد يبقى ده يعتبر حيض. فأقل سن تحيض فيه المرأة 9 سنين. قمرية يعني ايه؟ يعني احنا لما بنحسب في الشرع بنحسب السنين بالسنين القمرية اللي هي الهلالية، اللي هي تبع شهر محرم وصفر وربيع وغير ذلك، الشهور المشهورة المعروفة. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم. أما الشهور الميلادية فغير معتمدة عندنا في الشرع الشريف، يعني أحكام الشرع لا ترتبط بها، وإن كنا ممكن ترتبط بها إيه المواعيد، المرتبات، مواعيد الحكومة، مواعيد أي حاجة تانية، ما يجراش حاجة مش مشكلة. لكن احنا بنتكلم في أحكام الشرع، عدة المرأة في شهر رمضان، أشهر الحج، سن الحيض، كل الحاجات دي، ونصاب الزكاة إذا بلغ وحال عليه الحول يعني 12 شهرا قمريا وهكذا. فالشهور المعتمدة المعتبرة شرعا والمرتبطة بأحكام الشرع هي الشهور الهلالية القمرية. فلو رأته قبل تمام 9. طب لو رأت الدم المرأة يعني الصبية بقى، لأن احنا بنسميها المرأة يعني تجوزا، لكن هي لما هتبقى أقل من 9 سنين هنسميها طفلة. فلو رأت الدم أقل قبل تمام 9 ده يبقى تفريع على مفهوم قوله 9 سنين. يعني لما يقولك أقل سن تحيض فيه المرأة 9 سنين يبقى أنت بالمفهوم تفهم إن لو شافته قبل 9 يبقى مش حيض. ده يسموه إيه؟ تفريع على المفهوم. تفريع المفهوم، لأن المفهوم هو ما يفهم من اللفظ حال السكوت لا من اللفظ ذاته. لكن المنطوق يسموه المفهوم من اللفظ بمقتضى اللفظ، لا يسموه المنطوق. أما أقول لك المنظار النضارة دي ب10 جنيهات يبقى فهم من المنطوق إن سعرها 10 جنيهات، وبالمفهوم إنها مش ب12 جنيه ولا ب9 جنيه ولا ب8 جنيه. واخد بالك؟ يبقى المفهوم اللي هو تفهمه بمقتضى اللفظ وإن كان مسكوت عنه بديهي. علشان كده يقول لك إيه؟ يقول لك أقل سن تحيض فيه المرأة 9 سنين، يبقى بمقتضى المفهوم لو شافته أقل من 9 يبقى مش حيض على طول. خدت بالك؟ أدي معنى كلام الشيخ. قبل تمام 9 تفريع على مفهوم قوله 9 سنين، وأشار بذلك إلى أن فيه تفصيلا، وهذا هو معنى التقريب. يعني هل 9 سنين بالضبط يعني بالتمام والكمال بالساعة والدية ولا تقريبا؟
افرض شافته قبل 9 سنين بعدة ايام، نعتبره برضو حيض ولا ما نعتبروش؟ يعني ليا تحديد ام تقريب؟ الراجح انها تقريب. طب تقريب بحد قد ايه؟ بحد انها تشوف الدم قبل 9 سنين بوقت لا يسع حيض وطهر، بوقت لا يسع حيض وطهر كامل. واحنا عايزين اقل الحيض يوم وليله، واقل الطهر 15 يوما، يبقى تشوفه اقل من 16 يوم قبل ما تتم 9 سنين. باقل من 16 يوم يبقى ده حيض على طول. طيب لو شافته قبليها ب20 يوم، يبقى لحد ما تكمل 16 يوم لو استمر عليها استحاضه لا يمنعها من الصلاه، تصلي وتصوم وكل حاجه. وبعدين اول ما يبقى باقي اسبوعين يبقى اللي تشوفه بعد كده حيض، ويبقى نمنعها من الصلاه، نمنعها من الصيام وهكذا. فهمت بقى المساله؟ وهذا هو معنى التقريب. قوله بزمن يعني قبل تمام التسع بزمن يضيق عن حيض وطهر، بزمن لا يسع حيض وطهر، اقل الحيض يوم وليله واقل الطهر 15 يوما، يبقى 16 يوم. سهله. اي بان كان اقل من 16 يوما ولو بلحظه فهو لا يسع حيضا وطهرا. قول فهو اي الدم المرئي في ذلك، وقوله حيض اي لانه في سنه التقريبي. يعني لو اتشف 9 سنين ولو قبلها بزمن لا يسح طهر وحيض يبقى برضه حيض. فهمت المعنى كلام الشيخ؟ والا فلا، والا لو لا يسع طهر ولا حيض، يعني يسع طهر وحيض ويزيد، يبقى الزياده تعتبر استحاضه، يعتبر دم فساد، يعتبر دم مرض، يعتبر اي حاجه ما تسميهوش حيض. واضح؟ اي وان لم يضق عن حيض وطهر بان كان 16 يوما فاكثر فلا يكون المرئي في ذلك حيضا. فلو راته اياما بعضها قبل زمن من الامكان وبعضها فيه كان راته والباقي 18 يوما، فاضل لها 18 يوم وتتم 9 سنين. شافت الدم وفاضل لها 18 يوم، فيبقى اول يومين من ال 18 ده دم فساد، تصلي وتصوم وكل حاجه ملناش دعوه. خلصتهم باقي 16 يوم فاقل، يبقى اللي تشوفه بعد كده يبقى حيض. ادي معنى كلام الشيخ. فلو راته اي الدم اياما بعضها قبل زمن الامكان، قبل زمن الامكان اللي هو 9 سنين وقبلها 16 يوم، وبعضها فيه يعني اقل من 16 يوما، كأن رأته والباقي 18 يوما، واستمر الى ان بقي 10 ايام، استمر الدم لحد ما فاضل عليه 10 ايام، جعل الاول استحاضة، الجزء الاولاني من الدم ده استحاضة، والثاني حيضا ان وجدت شروطه. ان وجدت شروطه يعني ايه؟ يعني قعد يوم وليلة فاقل فاكثر، يوم وليلة فاكثر. لكن افرض اليوم ال 18 شاف الدم، وال 17 شاف الدم، ونص ال 16 شاف الدم، ما ينفعش بتاع النص ال 16 ده اعتبره حيض، لان الحيض اقل يوم وليله. يبقى خلاص كل اللي فات ده كان فساد، ونقول لها صلي وصومي وما تغتسليش، لان ده ما كانش حيض اصلا، ما تحتاجش تغتسل حتى منه. فهمت بقى المعنى؟ يبقى لازم بشروطه، يعني يستمر بعد زمن الامكان يوم وليله كاملين. واقل الحمل، نيجي بقى في اقل الحمل. اقل الحمل دي امور مهمه، يعني واحد دخل بامراه فولدت بعد 5 اشهر، بعد 6 اشهر، بعد 7 اشهر، بعد 8 اشهر، بعد 9 اشهر. طب اللي ولدته بعد 5 شهور ده نحسبه ابنه ونسيبه ليه؟ ولا بعد 6 شهور، ولا بعد 7، ولا بعد 4، ولا بعد ايه؟ فلازم نعرف اقل زمن حمل، لان دي مشكله قضائيه كانت تعرض امام القاضي. واحد يدخل بامراه فيلاقيها بعد 5 شهور ونص بتولد، هيروح للقاضي ممكن يشك،
فهل القاضي يحكم وينسبه له ولا لا؟ طب امتى القاضي يحكم؟ اقل زمن، علشان كده اقل سن الحمل ده مهم، واقل الحمل اي واقل زمنه، كما اشار اليه الشارح بقوله زمنا كما تقدم نظيره 6 اشهر، 6 اشهر قمريه. فلو وضعت بعد 6 اشهر قمريه، صحيح في الطب يقول لك اللي يتولد بعد 6 اشهر غالبا ما بيعيش، وغالبا بيقعد في الحضانه 2 3 ايام ويموت. لكن افرض ولدته بعد 6 اشهر وعاش، خلاص. افرض ولدته بعد 6 اشهر وولدته ميت، نعتبر ان الحمل ده من الزوج اللي دخل بها قبل 6 اشهر، ولا يعني دي قرينة على انها ما كانش منه؟ هي دي المسائل دي مهمة. اقل الحمل 6 اشهر عددية، يعني بالعدد بالحساب بدقة، دخلته يوم ايه؟ يقول لك دخلنا يوم كذا، يقعد القاضي يحسبها لحد يوم الوضع، لقاها 6 شهور قمرية، يحكم ان الواد ده ابن الراجل ده. كويس. كما قاله البلقيني، والأشهر جمع شهر مأخوذ من الشهرة، وهي الظهور لشهرته وظهوره. احنا سميناه شهر ليه؟ علشان من الشهرة، لانه مشهور كل الناس عارفين. يقول لك احنا فين الوقت؟ يقول لك في شهر رجب. طب وبعد كده؟ يقول لك شعبان، وبعد شعبان رمضان، يعني كل الناس عارفاه فمشهور قوي. مش تيجي تقول للواحد رجب يقول لك رجب ايه؟ يعني رجب يعني ايه؟ مش هيقول لك يعني ايه، لانه مشهور فسمي من شهرته. عشان كده يسموا الشهر العقاري شهر عقاري، عشان بتشهر فيه الملكيه، بتشهر فيه ملكيتك، او بتشهر فيه امر قد يخفى على الناس، فسموه شهر عقاري. لايه؟ للاشهار. والاشهر جمع شهر ماخوذ من الشهره، وهي الظهور لشهرته وظهوره. وقوله لحظتان، يعني اقل الحمل 6 شهور ولحظتين، لحظتين لطيفتين. طب اللحظتين دول قد ايه؟ قد ما يجمعها وقد ما تولد فيه، قد ما يجمعها، قد جماع وقد ايه ولاده. ممكن تولد في لحظه، وممكن يجمعها في 3 دقائق، يبقى خلاص كده 5 دقائق كفايه، يبقى خلاص 6 شهور وخمس دقائق يمشي، يبقى خلاص. فهمت ازاي؟ ولحظتان، اي لحظه للوطء ولحظه للوضع، من امكان اجتماعهما بعد عقد النكاح. واللي وصل للامر ده استنتاجه سيدنا علي. سيدنا علي مشهور استنتاجه لما عرضت القضيه على سيدنا عمر بن الخطاب، معروفه القصه، واستنتجها من ايتين من القران: حمله وفصاله 30 شهرا، والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين. فطرح الحولين اللي هم ال 24 من 30 يبقى ايه؟ 6. فاستنتج سيدنا علي من القران، واجمع عليها الصحابه باستنتاج سيدنا علي بعد ذلك. قوله واكثره، طب اكثر زمن تحمل فيه المراه؟ الراجل مات ومراته بعد 3 سنين ولدت، الواد ده يورث في الراجل ده ولا ما يورث؟ يبقى ابنه ولا مش ابنه؟ ينسب ليه ولا ما ينسبش ليه؟ هو الراجل مات وما اتجوزتش غيره، وبعد 3 سنين جالها الام الطلق وراحت ولدت. الله، ما المشاكل دي قضايا، قضايا بتعرض للناس. فالقضايا دي لازم نشوف اكثر زمن حمل، بحيث ان بعديه اقول الحمل ده مش منه. يعني واحدة زوجها راح الحرب وما جاش بقاله 10 سنين، وبعد 10 سنين ولدت. الله، انسبه ليه؟ ده هو سايبها بقاله 10 سنين، انسبه ليه ازاي؟ هي معقود عليها وعاقد عليها وداخل بها، لكن هو مفقود بقاله 10 سنين مش موجود. وبعد 10 سنين وضعت، انسبه ليه؟ لصاحب العقد اللي هو صاحب الفراش، ولا ما انسبوش؟ وهو مش مفقود، احنا المفقود له احكام على فكرة، مش ده بيبعت لها جوابات بس ما جالهاش، كل شويه يبعت لها جوابات، يعني عايش وبتصل بيها في المحمول، بس بقاله 10 سنين ما لمسهاش ولا قبلها، وبعد 10 سنين وضعت، ننسبه ليه ولا ما ننسبوش ليه؟ كل هذه القضايا لازم يبقى الايه؟ القاضي المسلم يبقى فاهمها. عشان كده محتاجين اقل زمن حيض نعرفه، ومحتاجين اكثر زمن حمل، اطول زمن حمل محتاجين نعرفه كمان.
وأكثره يعني أكثر زمنه بالنسبة للحمل، كما أشار إليه الشارح بقوله زمنا كما سبق نظيره وقوله 4 سنين. يبقى أكثر مدة حمل تحمل فيها المرأة وتولد الواد تولده عنده 4 سنين، وفي ستات تولد العيل بعد 4 سنين في سنان وشعره طالع سنن جوه، بتحصل نادرة. عملت كده أم الإمام مالك ابن أنس، شوف الإمام مالك صاحب المذهب المشهور، أمه حملت فيه 4 سنين ونزل لي سنان. على نار هادية، بيستوي على نار هادية، نادرة نادرة لكنها تحصل. هي بتبقى عارفة ان زوجها قربها وسافر وبعد 4 سنين ولدت ولم يقربها رجل اخر. ما ممكن تلاقي نفسها جالها الام الحمل وبطنها كبرت وكل حاجة، لكن ما بيجيلهاش الم واضح والواد عايش جوه مبسوط، خلاص هتعمل ايه؟ طبعا احنا الوقت في الطب الحديث بيتعمل سونار ويجي في سن معين يعمل لها قيصرية وينزله في سن معين، ما بقاش القضايا دي في العصر بتاعنا احنا بتعرض علينا. كانوا زمان ما فيش اي تدخلات لحد ما الست يجي لها الام الوضع والمخاض لوحدها بطبيعتها، ما فيش تدخل اخر من اي طبيب يقدر يشق بطنها ويطلع الجنين. الوقت خلاص القضايا دي بقت سهلة، يعني الطبيب بيستنى بحد اقصى يمكن 9 شهور 10 شهور، واخد بالك 9 شهور وكم اسبوع، وبعدين لقى الحكايه بتاع والسونار الجنين كويس وصحته كويسه وبتاع، خلاص يعمل لها يديها معاد ويعمل لها قيصريه وينزل الواد من قفاه، شده من قفاه يطلعه على الدنيا بقى. هو مش عايز مدي ظهره للدنيا، مش عايز يقابل، يروح جايبه بالعافيه استدعاء كده، تعالى خش على الدنيا انت مش عايز تنزل ليه، فهتبقى سهله. لكن زمان ما كانش فيه القضيه دي، خلاص لا ينسب له، لا ينسب له ولا يرثه، واخد بالك، ينسب لأمه وخلاص، ونسميه باسم أي اسم موهمي، نسميه محمد ابن عبد الله. مين عبد الله ده؟ عبد الله، كلنا عبيد لله، عشان بس يعرف يدخل المدرسة ويتربى وأمه تربيه وكل حاجة، وتبقى أمه نسبا ويورثها وتورثه وكل حاجة، لكن ملوش أب، ملناش دعوة. طيب ونحكم عليها بأنها زانية؟ نقيم عليها الحد؟ يقول لك لا، لو لم تعترف ما تعتبرش زنا. يقول لك لاحتمال أن تحفظ مني زوجها وتدخله في فرجها ويحدث الحمل دون جماع، فلهذا الاحتمال مالناش دعوة، احنا مالنا. شاطرة بقى وعملت بقى محاليل وعملت حاجات وحفظته بطريقة كويسة في الاسكيمو وشالته في التلج وفضل في كمون، زي ما بتحصل بعض الحيوانات، احتمالات نادرة، لكن احنا عندنا ان الحدود تدرأ بالشبهات في الشرع كده، طالما ما فيش اعتراف وهي مش معترفة تقول انا بريئة، لا انا ماليش ذنب، خلاص يا ستي الواد ابنك لكن مش هينسبه لحد، ابنك يا ستي مش هنقيم عليك الحد ولا هنشك فيك، واللي يرميها يجلد 80 جلدة كمان، شوف قد ايه، عشان كل السنة تخرس، اللي يرميها بالزنا يجلد 80 جلدة، لان لا يثبت حد الزنا الا بالاعتراف او شهود 4 شهود ذكور عشان يقيم حد الزنا، لكن مش بالقرائن، مش بالقرائن ابدا. ده بيقول لك لو لبست يعني ثوب اخيها وفي اثر مني من احتلام قد يدخل في فرجها وهي لا تدري وتح، معلش بس محتمله ولا مش محتمله؟ محتمله، طالما محتمله بقت شبهه تدرأ الحد. ما اقدرش انا اقتل واحد، اصل الحد اقتلها ارجمها للموت، وانا ما اقدرش والله. هي بعد كده حكمنا احنا ببراءتها في الدنيا، هي بينها وبين ربها يدينها، يدينها بقى في يوم قيامه، بقى في يوم قيامه انا مش مسؤول ان انا اقعد انقب على اعراض الناس، فهمت المساله؟ هو الاسلام مبني على الستر، طالما في احتمال ولو نادر ولو ضعيف لكن ممكن عقلا، ممكن حدوثه عقلا، يقول لك خلاص ده كفايه في درء الحد. طب امتى تقيم عليها الحد؟ تعترف، تيجي تروح للقاضي تقول له يا سعاده القاضي طهرني، انا غلطت، انا حصل كذا وكذا، وتعترف
وبعدين بعد كده يديها فرصة وتجيله تاني وتعترف تاني، مش اول اعتراف كمان ينفذ. يقول لا احسن تكون تحت تأثير ضغط اسرتها لما ولدت وفضحتهم بعد موت جوزها باربع سنين ولا حاجة، تحت تأثير ضغط العيلة راحت تعترف عشان ايه يقتلوها، ويبقى في يعني طهروا العيلة بقى، فيمكن في اكراه يعرفوا. فالقاضي برضو ما ياخدش من اول اعتراف، يستنى شوية ويشوف القرائن المحيطة وهكذا، لان ديننا مبني على الستر اساسا. لان احنا عندنا في عقيدتنا كمسلمين ان ربنا هو اللي هيحاسب، مش احنا اللي هنحاسب العباد، وان في يوم قيامة وربنا هو المنتقم الجبار، مش انت يا قاضي المنتقم الجبار ولا انت يا مسلم المنتقم الجبار. وبعدين انت يعني لما تعفو عن واحد مذنب ويطلع مذنب احسن ما تأذي واحد مشتبه انه مذنب ويطلع بريء، مش كده برضو؟ يقول لك ان تعفو عن 1000 مذنب خير من ان تؤذي بريء واحد. شوف قد ايه. وعلشان كده المسألة عايزة تروي، مش هي تشفي، هي عايزة رحمة. اكثره احنا قلنا زمنا بالنسبة للحمل 4 سنين، اي كما اخبر بوقوعه لنفسه الامام الشافعي وكذا الامام مالك. الامام الشافعي بيقول لك انا امي حملت فيا 4 سنين، والامام مالك حصلت له كده. في اكتر من كده شهرة؟ ده مش ناس مش مشاهير، دي من الناس المشاهير الامام مالك والامام الشافعي. فادم قالوا كده، قال وقع ذلك في نفسي وسألت الامام مالك، قال امي حملت فيا 4 سنين. طب عايزين ايه؟ ونزل سنانه طلع. عايزين ايه تاني؟ قرينة. طالما حصلت وجدت واشتهرت، صحيح نادر 1 في المليون، 1 في 100 مليون، 1 كل 50 سنة على مستوى الكون، بس وقعت. طالما وقعت خلاص. وحكي عنه ايضا انه قال، حكي عن الامام الشافعي قال ايه، جارتنا امرأة صدق وزوجها رجل صدق. الامام الشافعي يقول كده، احنا لينا جارة ست صادقة مؤدبة محترمة وجوزها راجل محترم، مفيش بعد كده. حملت 3 أبطن في 12 سنة، تحمل كل بطن 4 سنين. عايز اكتر من كده ايه؟ لما ربنا يجيب له جارته كده قدامه، فيبقى ليه حق الامام الشافعي اما يجتهد؟ ليه حق ان الامام الشافعي اما يجي يجتهد في مذهبه ويختار ال4 سنين؟ لان ربنا جعلها واقع امامه، كان ربنا اراد ان يعلمه، فهمت ازاي؟ ويتخذ زمن للتشريع. القانون الوضعي بتاعنا في مصر اظن خد 2 سنين او حاجة زي كده، لكن ما خدش ايه بمذهب الامام الشافعي 4 سنين، لانه برضو قيل ذلك في مذاهب اخرى، فهم حاولوا يقربوا المسألة شوية علشان احنا بقينا في زمن ما فيش حد بيسيبوها حامل سنين، يعني شهور طويلة، بعد 9 شهور بتروح للدكتور بيولدها وخلاص. وقد روي هذا عن غير تلك المرأة ايضا، وروي كده عن بعض الناس غير المرأة دي برضو، ان في ستات يعني كان حملهم يقعدوا 4 سنين. طيب وغالبه، غالب زمن الحمل كلنا عارفينه 9 أشهر، ست ايه تحمل 9 شهور وتولد، اي غالب زمنه كما مر غير مرة. وقوله 9 أشهر اي عددية، قوله والمعتمد في ذلك الوجود. المعتمد في ذلك ايه؟ مش الشرع. الشرع ما جاش سيدنا رسول لا، الاقل حمل للمرأة 9 أشهر او 6 أشهر، واكثر اقل حمل 6 أشهر بالشرع، باستنتاج سيدنا علي بالشرع خلاص، لان سيدنا علي استنتجه من القرآن. طب واكثر مدة حمل؟ بالوجود بقى، بالاستقراء. نسأل ونعمل استقراء، نسأل جميع اطباء النساء، مراكز التوليد والولادة على مستوى العالم كله، ونعمل احصاء كامل بحيث ان نشوف ولو في بعض القبائل اللي في استراليا ولا في جنوب شرق اسيا ولا مش عارف ايه، الستات عندهم بيحملوا 3 سنين، خلاص يبقى اقل وهكذا. يبقى اسمه الوجود، استقراء، يبحث الفقيه على الوجود اللي هو الواقع. والمعتمد في ذلك الوجود اي المعول عليه في الاقل والاكثر والغالب وجود النساء كذلك بعد التتبع، فلا اعتراض عليه بالتعبير في الوجود لانه مترتب على الاستقراء، فكأنه عبر به، يعني بيقول كان حقه يقول والمعتمد في ذلك الاستقراء، ما كانش يقول الوجود، يعني الاستقراء احلى.
لان انت لما بتستقرئ ما بتحصرش كل الموجود ده، انت بقدر اجتهادك، لان في بعض القبائل قد تكون غير داخله في الحصر. فهمت ازاي؟ في اماكن عايشه بدائيه انت ما حصرتهاش، فما تقدرش تقول الوجود، حقك تقول الاستقراء، علشان الاستقراء ده على قد الحصر اللي انت عملته. فهمت المساله؟ علشان كده في ناس اعترضت بكلمه قال لك ايه والدليل الوجود، كان حقه الاستقراء، لان الاستقراء هو البحث البشري، انما الوجود هو الواقع، والبحث البشري قد يكثر عن الواقع، مش كده برضو؟ لكن على اي حال هو يقصد بالوجود الاستقراء. لا، يبقى اسمه اجهاض بقى. يعني لو ولدت بعد اقل، نزلت الجنين بعد اقل من 6 شهور، الدكاتره يسموه اجهاض، اجهضت، وبينزل العيل ميت غالبا. كويس؟ ويحرم بالحيض. ايه بقى الحيض؟ ينبني عليه اشياء يحرم على المراه انها تعملها، لانه حدث اكبر، مش كده برضه؟ يحرم بالحيض مثلا الصوم، الصلاه، الوطن، الطواف، قراءه المصحف، لمسه، حمله، المكث في المسجد. يبقى 8 حاجات تحرم بالحيض، وكذا النفاس، مش كده برضه؟ يبقى هو عايز يخش بقى في موضوع جديد، ايه هو اللي بيحرم بالحيض؟ يبقى الحيض يمنع من 8 أشياء بالتفصيل، ممكن تزيد شوية هنقراها في التفصيل، لكن كفاية 8. والجنابة يحرم بها 6 حاجات، يبقى يحرم بها حاجات أقل، لأن الجنابة ما تمنعكش من الوطئ، يعني ممكن واحد يبقى جنب ويجامع زوجته تاني، لكن الحيض يمنع من الوطئ، مش كده برضو؟ يبقى الجنابة لا تمنع من الوطئ، والجنابة لا تمنع من الصيام، يمكن واحد جنب وفي شهر رمضان ينوي الصيام، صيامه صحيح، بل يجب عليه أن يصوم، مش كده برضو؟ يبقى الجنابة تمنع مما يمنع منه الحيض والنفاس إلا الوطئ والصوم، يبقى بتمنع من حاجات أقل، مش كده برضو؟ طيب الحدث الأصغر اللي هو بتاع الوضوء، اللي هو بينقض الوضوء، يمنع من حاجات أقل، يمنع من حاجات أقل كمان، يعني يمنع مثلا من الصلاة، من الطواف، لكن لا يمنع من قراءة القرآن، له أن يقرأ القرآن وهو على غير وضوء طالما مش هيمس المصحف، لكن الجنب ما يقرأش القرآن بلسانه أبدا، مش كده برضو؟ علشان كده قسموا الأحداث إلى حدث أكبر وحدث أوسط وحدث أصغر، باعتبار ما منع، باعتبار ما يمنع. فاللي بيمنع أكتر سموه حدث أكبر، يبقى الحيض والنفاس حدث أكبر، والحدث الأوسط اللي هي الجنابة لأنها بتمنع من حاجات أقل من الحدث الأكبر باعتبار ما منع. طيب والحدث الأصغر سميناه أصغر ليه؟ لأنه يمنع من حاجات أقل. فهمت بقى المسألة؟ يبقى الأحداث باعتبار ما تمنع هي حدث أكبر وحدث أوسط وحدث أصغر. طب وباعتبار ما توجب، حدثين بس أكبر وأصغر، باعتبار ما توجب، الحدث الأكبر يوجب الغسل والحدث الأصغر يوجب الوضوء بس، مش كده برضه؟ يبقى باعتبار ما توجبه حدثين أكبر وأصغر، ما يوجب الغسل يسمى حدث أكبر، وما يوجب الوضوء يسمى حدث أصغر. طيب باعتبار ما منع 3 أنواع، أكبر أوسط أصغر. فهمت بقى القصة؟ هنقرا الكلمتين دول. ويحرم بالحيض، وفي بعض النسخ ويحرم على الحائض 8 أشياء. هذا شروع في أحكام الحيض ومثله النفاس، يعني الحيض والنفاس في المسألة دي سواء باعتبار ما يمنع يعني. فحكمه حكم الحيض مطلقا إلا في شيئين بس، يختلف الحيض عن النفاس في حاجتين بس، أن الحيض يحصل به البلوغ، يعني المرأة نعرف أنها بلغت بالحيض علامة، لكن النفاس مش علامة البلوغ، لأنها أكيد علشان تنفس يعني تولد تكون بلغت قبليه، يبقى النفاس مش علامة على البلوغ، لكن الحيض علامة على البلوغ.
والنفاس لا يحصل به لحصوله قبله بالإنزال الذي حبلت منه المرأة، مش كده برضو واضحة دي. والثاني في الفرق أن الحيض تتعلق به العدة والاستبراء، تتعلق به عدة المطلقة مش كده برضو، وتتعلق به استبراء الرحم. نقدر نقول ان المرأة طالما حاضت يبقى مش حامل، يبقى يتعلق به الاستبراء ويتعلق به العدة، لكن النفاس ما تتعلقش به العدة، لان العدة تتعلق بمجرد الولادة، يعني عدتها تنقضي بمجرد انها تضع مش بمجرد انها ينتهي نفاسها. فهمت بقى المسألة؟ علشان كده الحيض تتعلق به العدة والاستبراء ولا يتعلقان بالنفاس لحصولهما قبله بمجرد الولادة، فالعدة والاستبراء من الرحم يحدث بمجرد الولادة مش بنهاية النفاس، لكن بالحيض يحصل به الاستبراء والعدة. واعلم أن الصلاة ونحوها من الحائض كبيرة، يعني من الكبائر محرمة، يعني لو واحدة حائض وقامت تتوضأ وتصلي تبقى فعلت كبيرة من الكبائر، حرام مطلقا. بل ينبغي كما قاله ابن قاسم أنها متى استحلت شيئا من ذلك كفرت. بل لو قالت أنا لازم أصلي، إزاي أنتوا تمنعوني من الصلاة؟ ده كده حرام عليكم، ده أنا لازم. يا ستي غلط، الشرع قالك ما تصليش، فتستحل ذلك تكفر، لأنها خالفت ما عرف من الدين بالضرورة. الحكمة المانع الشرعي، إن الشرع منعها من الصلاة بس. ويجب على المرأة أن تتعلم ما تحتاج إليه من أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة، مهم جدا. أنت بتقرا في الجرايد واحدة تتطلق وتتجوز راجل تاني يوم، تاني ما ينفعش. لازم كل امرأة تعرف أحكام العدة والأحكام اللي بتنبني عليها الحيض، وإزاي يستبرأ الرحم، وإزاي الدنيا تمشي، وإن زوجها لا يحرم على أن يطلقها وهي حائض، فإذا طلق وهي حائض وقع الطلاق ويأثم الزوج لكن يقع الطلاق. كل الأحكام دي لازم تبقى المرأة عارفة أحكامها، علشان ما تقعدش تعك في وسط الرجالة وتتحسب طلقة. لا، ده هم ابن تيمية اللي خالف الإجماع. لا، ما الطلاق البدعي يقع ويأثم صاحبه، يقع ويأثم صاحبه، يحسب طلقة ويأثم صاحبه. لا، عن المذاهب الأربعة. امال ايه؟ وعشان كده ابن تيمية خالف المذاهب الأربعة في المسألة وأفتى بخلاف ذلك، فعشان كده قبضوا عليه واستجنوه قضاة عصر. وهم ماشيين ورا ابن تيمية السعوديين بيفتوا بأنه لا يقع. ورا ابن تيمية هو شذ عن جميع علماء المسلمين. جميع علماء المسلمين قالوا يقع ويحسب طلقة. جميع علماء المسلمين إلا ابن تيمية شذ. ودي من ضمن المؤاخذات عليه في محاكمة ابن تيمية، ما تقرا قصص محاكمات ابن تيمية أخذوا عليه هذا. الطلاق البدعي أن يطلقها في طهر مسها فيه أو في حيض أو في أثناء الحيض، ده الطلاق البدعي، أو في أثناء حيضه. إن أراد أن يطلقها وهي حائض، يعني حب يطلقها ومراته حائض، ينتظر حتى تطهر، تقول له بالتليفون أنا طهرت، يروح مطلقها. ما هو خلاص، لو مسها بقى في الطهر ده ينتظر لما تحيد وتطهر ويطلق. وده برضه مزايا الشرع، ان هو خلى الزوج ما يطلقش بسرعه، لانه ممكن اما يقعد ينتظر شويه يهدأ غضبه يقوم يغير رايه. فهمت المساله؟ انما ما تبقاش الحكايه كده. وده مقصد الشرع، مقصد السنه الشريفه. ومقصد السنه الشريفه الا يطول عليها عدتها كمان، لان كده هيطول عليها العده. هو مساها في اول يوم طهرها وطلقها، هتقعد طول الطهر ده مش محسوبه عليها الايام دي من العده، صح؟ وبعدين يجي عليها الحيض كمان مش محسوب عليها من العده، وبعدين يا دوب تبتدي تعد العده من الطهر اللي بعده، لان احنا عندنا الاقراء هي الاطهار على مذهبنا. يبقى طول عليها العده على الاقل شهر، يبقى ضرها. ربنا عمل لها عده 3 شهور 3 حيضات، خلاها لها هم 4، يبقى ضرها، مش كده برضه؟ يبقى هو لا يريد ان يوقع الضرر على المراه، ولا يريد ان يتعجل الرجل في الطلاق. ده مقصد الشرع. طيب ان تعجل تحسب طلق باجماع علماء المسلمين واجماع الصحابه، تتحسب طلق.
ويأثم هو، يأثم، خدت بالك؟ يبقى الطلاق البدعي يقع ويأثم صاحبه، ودي نقطة هامة. أيوة، الغضب الذي لا يوقع الطلاق عندنا هو الذي يهزي فيه، يهزي فيه يعني وصل لدرجة لا يدري ما يقوله، وده نادر. يعني تيجي تقول له ما لازم، طلاق الغضبان الغائب عقله، هو ده الذي لا يقع، واخد بقى، يسموه ايه؟ لا طلاق في اغلاق. احنا عندنا الاغلاق هو الاكراه، واخد بالك؟ وكذلك الغضب الذي يؤثر على عقله وادراكه، بحيث يبقى ابوه قدامه ومش عارف ان ابوه، شوف قد ايه، لكن قاعد مدرك ان هو قاعد عند بيت حماه، وقاعد وقدامه حماته، وده ابنه قاعد جنبه، وده فلان، ومدرك بكل حاجة، وغضبان وبيتخانق وبيعلي صوته، وراح مطلق، نقول له لا انت غضبان لا يقع. طب هو هيطلق وهو بيبتسم يعني؟ انت متصور؟ ايوه، ما هو الشيخ مش عارف ايه حدود الغضب اللي هو المقصود في الشرع. طب هو هات لي واحد كده هيطلق وهو مش غضبان. ايوه، يعني خلاص، يبقى بيهزي، يقول لك يهزي، بيهزي، بحيث لو قلعته ساعته ما يدراش، لو خدته منه المحمول وهو في جيبه ما يدراش، لو خدت فلوسه من جيبه ما يدراش، طلق بقى في الحاله دي يبقى خلاص لا يقع، لانه مش دريان. واحد اغمى عليه وجاله غيبوبه وطلق مراته وهو في الغيبوبه لانها مكفراه في حال اليقظه، واخد بالك، ومطلعه روح، فاول ما دخل في الغيبوبه راح قاعد يطلق، ما يقعش لانه في غيبوبه، فهمت ازاي؟ في حيضها او في طهر مسها فيه، او في طهر مسها فيه، الاثنين ده طلاق بدعي. ايوه، طهر يعني في الوقت اللي بتصلي فيه، وجمعها في الفتره دي وحب يطلقها، ينتظر بقى لما تحيض وتطهر وبعدين يطلق. بس هو ده الطلاق السني، يسموه الطلاق السني، يعني ايه؟ اللي كنت تعمله تبقى عملت المباح ولا تأثم، تبقى عملت المباح ولا تأثم، يعني مش المستحب، لان الطلاق اصلا مباح، فهمت ازاي؟ من المباحات، لكن لو عايز تعمل المباح اعمله بشروطه، فهمت؟ ما هو بيقول لك ابغض الحلال عند الله الطلاق، يعني حلال لكنه بغيض عند الله، لانه بينبني عليه هدم الاسره، فلو كان ولا بد منه يبقى في طهر لم تمسها فيه. ادي المعنى. وان الصلاه ونحوها من الحائض كبيره، بل ينبغي كما قاله ابن قاسم انها متى استحلت شيئا من ذلك كفرت، اذا كانت ايه؟ ليست حديثه عهد باسلام، لكن واحده لسه مسلمه، كانت مسيحيه وبعدين اسلمت وجايه من اوروبا، ويا دوب بقى جايه كده بتقول يا هادي في الاسلام، وبعدين ظبطناها وهي في الحيض بتتوضى وعايزه تنزل تصلي، يا ستي كده غلط، تقول يا ده انا بقالي كده 3 شهور انا ما اعرفش، خلاص ما يجراش حاجه، ما تكفرهاش، دي لسه حديثه عهد باسلام، نعلمها ونقول لها كده خلاص، اما يجي لك الحيض يا ستي المسلمين ما بيصلوش، يبقى خلاص سمعت كلامك. لكن واحده مولوده في بلاد المسلمين وابوها شيخ وعمته قد كده وعارفه كل حاجه، لكن هي بقى ضميرها ما يسمحلهاش انها تمنع نفسها من الصلاه، يا ستي ما ينفعش، ربنا قال حرام، تقول لا ازاي تحرموا، ده ربنا بيقول اقم الصلاه، يا ستي كده انت كده بتحرمي بتحلي ما حرمه الشرع بالضروره، يعني بالضروره، يعني كل الناس حتى الاطفال عارفين، يبقى هنا بقى تكفر، ما كفرهاش برضو على طول واروح طخخها واقيم عليها حد الرده، لا، يعني نوديها للعلماء، العلماء بقى يقعدوا معايا، يمكن مش عايزه تسمع كلامك انت عشان انت جوزها وبتغلس عليها وبتحب تعندك، مش عايزه تسمع كلام، خلاص خدها انت للشيخ، خدها دار الافتاء، تشوف مشايخ تانيين، تلاقي عمم وناس وجهاء كده وحافظين القران، تسمع كلامهم على طول، خلاص، لكن مش تقول لا انت كده كفرتي، ده انت كده، لا ما تكفرها. ليه؟ ليه بس؟ لا والله حضرتك، يعني في ناس كتير بتقول لك واحد يقول لها اه واثنين يقول لها لا، ويقول لك دخلوها على اوضه
خلاص في الامور الخلافيه لها ان تقلد من اجاز، يعني لو حاجه خلافيه للمسلم ان يقلد من اجاز طالما في امر خلاف، لكن لو في امور مجمع عليها خلاص. فانا لا اعتقد ان دار الافتاء في الامور المجمع عليها هتقول خلاف المجمع عليه، لكن قد يكون امور مختلف فيها. فهمت ازاي؟ بس فالامور المختلف فيها يعني بيتفاوت فيها نظره الفقيه. فقيه ياخذ بالاحتياط فيحرم، فقيه ينظر لمصلحه اخرى ويجد ان الحرمه مش واضحه في المساله فيقوم ايه يدي حكم اخر بالكراهه، فقيه تاني لا يجد الحرمه ولا الكراهه فيقول لا مباح بس ما تعملوش كده تاني، وهكذا. فهمت؟ لكن الاحوط ان الانسان يحتاط لنفسه بالذات في امور الاعراض. يعني الراجل ما يطلع اذا كان في امور طلاق ما يطلعش منه الطلاق الا اذا كان قاصد يطلق، زي ما بيروحش يتجوز الا اذا كان قاصد يتجوز، ولا بيروح يتجوز ولا انا ما كانش قصدي. في حد راح يتجوز مره وقال انا ما كانش قصدي؟ طب اشمعنى لما بتيجي تطلق تقول ما كانش قصدي؟ يعني اعتبر الطلاق ده زي الجواز بالظبط، لانه ده بينقض العقد، فهو له نفس ايه يعني حرمه العقد الاول، فلازم تخش في الطلاق وانت قاصد عازم، ساعتها مش هتحتاج دار افتاء. لكن اللي بيحتاجوا دار افتاء هم اللي متسرعين اللي مش فاهمين الاحكام. ويجب على المرأة أن تتعلم ما تحتاج إليه من أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة، فإن كان زوجها عالما بالأحكام دي لازمه أنه يعلم مراته. لا تعالي هنا، ده الحيض ده بيمنعك من الصوم، يمنعك من الصلاة، لكن عليك تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة عند طهرك. والحيض ده إذا طلبك زوجك في أثناء الحيض تمتنعي، فلا جماعة في أثناء الحيض. يعلمها، يفهمها كل الحاجات دي لازم يفهمها. وإن لو زوجك طلقت وأنت بتحيضي يبقى تنقضي عدتك بعد ثلاثة أطهار أو ثلاثة حيضات على خلاف في المذاهب. يفهمها المسألة دي، مسائل الحيض دي مهمة لازم يفهمها لمراته، وأقل الحيض كذا وأكثره كذا، وإيه كيف تطهر وكيف تعرف طهرها. كل الأحكام اللي احنا بنقولها دي يجب على كل رجل أن يعلمها امرأته وإن كان عالما. طب هو مش عالم، ياخدها من إيدها ويروح لشيخ يثق في علمه ويقول له احنا عايزين نقعد عندك يا فضيلة الشيخ نص ساعة كده نشرب الشاي تعلمنا احكام الحيض للست دي علشان تعرف تنفذ امور دينها. يقعد الشيخ هو بيشرب الشاي يفهم، يقول لها الحيض كذا وكذا وكذا وقصته كذا، سهل. مفيش شيخ ابدا هتروح تعرض عليه هذا الامر ويمتنع ابدا، ولا هيطلب منك فلوس كمان. يمكن لو رحت لمحامي استشارة قضائية يقول لك ادفع ثمن استشارة، مش كده برضه؟ لكن لو رحت للشيخ عمره ما هيقول لك ادفع ثمن فتوى. فالحكاية واضحة الحمد لله، احنا في بلاد مسلمين والعلماء ما زالوا يعني احياء وبيرحبوا باي واحد يسألهم. فما فيش، ما يلقش بعد كده تقرأ في الجورنال واحدة اتجوزت تلات رجالة وهي على عصمتهم، واتجوزت بعد ما اتطلقت بشهر واحد، واتجوزت وهي حامل من الاولاني قبل ما تضع. الحاجات اللي انت قاعد تسمع عليها دي كلها حاجات عجيبة الشكل، وبتتم فين؟ في بلاد المسلمين. دليل ان المرأة بقت في جهل شديد مش عارفة احكام، فلازم تعلمها. يا أيها الرجل إن كنت عالما، فإن لم تكن عالما تأخذها لمن يعلم. فإن كان زوجها عالما لزمه تعليمها وإلا فلا. طب افرض مرضاش يعلمها، لو أنا فاضي بقى طول النهار قاعد بدي دروس في الجوامع، حاجة البيت كمان أعمل لي درس، حلي عنه بعيدي عنه. في رجالة كده تقول له طب خلاص بقى أنا هروح للشيخ اللي في الجامع اللي في أول الشارع. طب افرض منعها تخرج من غير اذن، بس ما فيش داعي قدامه يعني، وهي بتجيب الخضار عشان ما تقلبهاش نكد يعني، مش تقول له لا هخرج غصب عنك الشيخ قال لي كده، لا بالراحه بقى شويه، هو مش عايز وانت عرفت وبيأذن لك تجيب الخضار، وانت بتجيب الخضار وقت اذان الظهر، خلاص صلي الظهر وبيسأل الشيخ كل يوم سؤال في الحيض على مدى خمس ست ايام تعرفي احكام الحيض. سهل يعني، اي امراه مش هتغلب. والوقت بقى بالتليفون، تقدر تطلب بالتليفون وهي قاعده في بيتها، كل يوم تطلب مكالمتين ثلاثه تعرف احكام الحيض كلها، ويبقى معاها ورقه وقلم تكتب الاحكام عشان ما تنساهاش. سهله يعني، لو كل واحد فكر هيلاقي الحكايه سهله ممكنه يعني. ويجب على المراه ان تتعلم ما تحتاج اليه من احكام الحيض والنفاس والاستحاضه، فان كان زوجها عالما لزمه تعليمها والا فلها الخروج لسؤال العلماء، بل يجب عليها وليس له منعها.
يعني حتى لو جت تشتكي جوزها لابوها ولا للشيخ تقول له ده بيمنعنا اجي اسال يا عم الشيخ في الحيض، الشيخ يقول له لا حرام عليك ما تمنعهاش. ليه تمنعها يا راجل؟ ويدي له كلمتين في جنابه كده ويفهمه، فهمت ازاي؟ ويعلمه. وليس له منعها. طب افرض بيغير عليها قوي وهي بقى جميله قوي وهو بقى ما بيستحملش يتكلم راجل، خلاص روح انت اسال وارجع قول لها. خلاص بسيطه يا سيدي، ادام بتغير عليه ما تخرج، اقول لها انا هروح النهارده هصلي العصر عند الشيخ واساله واكتب لك كل الاحكام يا ستي واجيبها لك. خلاص ما يجراش حاجه. وليس له منعها الا ان يسال هو ويخبرها فتستغني بذلك، وليس لها الخروج لمجلس ذكر وتعلم خير الا برضاه. طب اي بقى مجالس ذكر؟ يقول لك اصل في مسجد حراء بيعملوا كل يوم ليله جمعه الساعه 2 بالليل بيصلوا ركعتين قيام ليل. تقوم عايزة تنزل الساعة 2 بالليل تيجي قال تصلي ركعتين قيام ليل، تمشي في الشارع في الضهر. يا ستي اقعدي احمدي. لا. صلي في بيتك. لا. ليه انه يمنعها هنا بقى؟ هنا يمنعها، صح؟ شرعا. طيب ده بيعملوا مجلس ذكر كل يوم من بعد الفجر لحد شروق الشمس ويصلوا ركعتين. يا ستي اقعدي احمدي في البيت، اعملي سندوتشات للعيال هيروحوا المدارس، وضبي لنا حاجة وبيعملي ذكرك براحتك. يمنعها. ليه انه يمنعها؟ شوف قد ايه في الحاجات اللي زي دي. لكن امور متعلقه بقى بالاحكام ما يمنعهاش، لان دي مش هتتكرر. مجالس الذكر والخير تلاقيها دي متكرره فتشق على الزوج انه يحرم من زوجته، انما انها تتعلم الحيض دي مش عايزه غير ساعه واحده في عمرها كله، يستحمل الساعه دي بقى، فهمت ازاي؟ وخلاص. لكن ايه مجالس الذكر ومجالس الخير ما تخرجهاش الا باذنه، فإن لم يأذن فله منعه. واضح الكلام؟ طيب. على الله الستات تعقل. كذلك في عمرة النافلة وحج النافلة له أن يمنعه. يقول لها إيه بقى؟ ما أنت حجتي قبل كده. تقول له بس أنا حجيت من 10 سنين نفسي أحج ومعايا فلوس مش هكلفك حاجة. لا ما تحجيش، اقعدي جنبي تسمع الكلام. إنما تقعد بقى تصين عيشته. دلوقتي الحمد لله ما حدش بيمنع حد، ما بيصدق تقول له عايز حاجه يقول له روح. الحمد لله. روحي من رمضان وتعالي بعد الحج كمان. قوله ويحرم بالحيض ومثله النفاس، وفي بعض النسخ ويحرم بالحيض والنفاس، وهي ظاهره والباء للسببيه، اي ويحرم بسبب الحيض والنفاس بسببه، ولو بأقله في زمنه أو بعد انقطاعه إلى الطهر. طب افرض النفاس انقطع لكن لسه ما اغتسلتش، يبقى ما زالت الحرمة مستمرة حتى تغتسل، وكذلك في الحيض. أو بعد انقطاعه إلى الطهر. نعم يجوز الصوم والطلاق والطهر بعد الانقطاع، يعني الثلاثة دول يجوزوا بعد انقطاع الدم قبل الطهر انها تعملهم، قبل ايه؟ الوضوء يعني، قبل الغسل. يعني بمجرد انقطاع الدم وشافت القصة البيضاء وقبل ما تغتسل واذن عليها الفجر تصوم، كويس. وكذلك له ان يطلقها، ما يستناش، يبقى دي طهرة هو لم يمسها فيه طهر، ما يستناش بقى لما تغتسل كمان، اول ما ينقطع الدم عندها وكان ناوي يطلق يعني ومنتظر له أن يطلق قبل أن تغتسل. وكذلك الطهر يجوز لها أنها تطهر بقى بمجرد انقطاع الدم. طب قبل كده وهي الدم نازل ما ينفعش تروح تغتسل، تقول لك أنا هغتسل علشان أطهر، ما ينفعش، حرام، ما هو الدم مستمر هتطهري من إيه؟ لكن تغتسل للنظافة، هي حرة نظافة، فهمت إزاي؟ يبقى غسل النظافة جائز، لكن غسل الطهر أثناء نزول الدم لا يجوز، يبقى ده من ضمن الممنوعات برضه ولم يذكروه، فهمت ازاي؟ يعني هي اكتر من 8 على التفصيل، لكن على اي حال هو ده المشهور. نعم يجوز الصوم والطلاق والطهر بعد الانقطاع وان كانت تحرم قبله، يعني الصوم والطلاق والطهر يحرم قبل انقطاع الدم ويجوز بعد انقطاع الدم وقبل الغسل، واضح؟ فمما يحرم عليها قبله يعني قبل انقطاع الدم الطهر بقصد التعبد مع علمها بالحرمة لتلاعبها، يبقى الحيض مستمر نازل عليها او النفاس نازل عليها
قلت لك انا هغتسل غسل تعبد، ما ينفعش ده تلاعب. طيب الدنيا حر والنظافة ما يجراش حاجة. طب غسل للحج، غسل للوقوف بعرفة، غسل للإحرام، غسل لدخول مكة، دي أغسال الحج دي كلها يجوز أنها تغتسلها، فيهاش مشكلة وإن كانت تعبدية لكنها ليست للتطهير. واضح؟ مع علمها بالحرمة لتلاعبها يحرم عليها. فإن كان بقصد النظافة، يعني الغسل بقصد النظافة كأغسال الحج، لم يمتنع. ثمانية أشياء العدد لا مفهوم له، بل باعتبار ما ذكره هنا، لأن ممكن يبقوا أكثر من ثمانية على التفصيل، لأنه يحرم به أيضا الطهر والطلاق كما علم مما مر، ولكونه يحرم به أكثر من غيره يسمى حدثا أكبر، لكون الحيض والنفاس يحرم به أكثر من غيره يسمى حدث أكبر، ولكونه الجنابة يحرم بها أقل مما يحرم بها الحيض، مما يحرم بالحيض وأكثر مما يحرم بالحدث الأصغر تسمى حدثا أوسط زي ما قلت لك باعتبار ما منع، ولكون ناقض الوضوء يحرم به أقل من ذلك اللي هو الحدث الأصغر فيسمى حدثا أصغر. وعلى هذا فللحدث ثلاثة أقسام تكتب فيها باعتبار ما منع، باعتبار ما منع، يعني انه مش تمانية بس، يعني ممكن يبقى اكتر من تمانية، ادي معنى لا مفهوم له، بس هو باعتبار اللي عدوا هنا طلعوا تمانية. فللحدث ثلاثة اقسام باعتبار ما منع، اكبر واوسط واصغر. طب وباعتبار ما اوجب حدثين بس اصغر واكبر، اللي يوجب الغسل يسموه اكبر واللي يوجب الوضوء يسموه اصغر بس. وبعضهم يدخل الجنابة في الاكبر فيجعل الحدث قسمين فقط، أكبر وأصغر تكتب باعتبار ما أوجب، باعتبار ما أوجب. يبقى الأولانية ثلاثة أقسام باعتبار ما منع، والثانية أصغر بس وأكبر بس باعتبار ما أوجب، الأصغر يوجب الغسل الوضوء والأكبر يوجب الغسل. ونقف على ما يحرم على الحائض إن شاء الله يوم السبت القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، يسر أمورنا واستر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آملنا، وفقنا لسائر المسلمين لما تحب وترضاه. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. وجزاكم